إشراف عام مازن محمد، إشراف إذاعي لبابة يونس، إشراف برامجي ديما الخدور، إعداد ختام صقر. في الهندسة الإذاعية نسمة علي. كاميرا أوغاريت يوسف ريحان. مراقبة عامة خلود ديب. في الرد الهاتفي مرح عباس. برنامج بخدمتكم إخراج رميس دياب. سلامات للجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر راديو أمواج وعم بتابعونا عبر قناة أوغاريت دائما من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. برنامج بخدمتكم للاتصال على الرقم 214-5217 أو 218 ورسائلكم على الواتساب على الرقم 0924-521-053. رح نبلش بأولى محاورنا لليوم وفيما يتعلق بتداعيات كارثة الزلزال واستمرار الكشف على الأبنية المتضررة، استمرار هدم الأبنية الآيلة للسقوط، خطة البناء أيضا في مدينة جبلة. رئيس مجلس مدينة جبلة الأستاذ أحمد قناديل معنا عبر الهاتف، يعطيك العافية أستاذ أحمد. أسعد أوقاتكم وأوقات السادة المستمعين. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك أستاذ أحمد. ما يقارب يعني العدد تقريبيا اليوم الأبنية الآيلة للسقوط والمتضررة من الزلزال بمدينة جبلة؟ هي عدد الأبنية تهدمت من اللحظة الأولى بفعل الزلزال 12 كتلة بناء. بعدين بناء بعد الزلزال تم تشكيل لجان سلامة كشف أولي، الكشف على الأبنية المتضررة من فعل الزلزال. هذه اللجان كمرحلة أولى أخذت قرار بهدم 9 أبنية متضررة بشكل كلي لجراء حدوث الزلزال، وتم أخذ الموافقات اللازمة بعد الكشف وتم الهدم. يعني هلا نحن باشرنا بأربع كتل بناء، 2 خلصنا منهم و2 عم نشتغل فيهم إن شاء الله، متوقع نهاية الأسبوع والعمل جاري لهدم الأبنية المتبقية من واللجان شغال. يعني في هلا في لجان مثلا أقرت إنه طابق الأخير بده هدم، في طابق كذا، هذا كله يعني العمل وتيرة العمل مستمرة حتى هذه لسه لجان المرحلة الأولى خلصت. يعني اليوم المرحلة الأولى أختي، المرحلة الأولى هي كشف. الكشف تمام، الكشف الأولي نحن آمن أو غير آمن. تمام تمام، نحن فرزناهم على الغير آمن، طلعت لجان سلامة بقرر يعني لجان السلامة العليا، أيوة، إنه هذا بحاجة إلى تدعيم أو بحاجة إلى هدم وإخلاء وإجراءات التالية. طلبات يعني في لسه محاولة من الأهالي للكشف؟ وقفت طبعا، طلع قرار بإيقاف، لكن مع استمرار الهزات يعني بعض الناس بحالة خوف من أي تصدع، من أي تشققات جديدة بالمنازل، أم يعني إلى حد ما فينا نقول بمدينة جبلة اطمأنت يعني الناس بعد الكشوفات مستقر الأولية؟ يعني مستقر، يعني الوضع بجبلة استقر، إن كان من ناحية الهزات ومن ناحية الوضع الهزات الارتدادية أو الهزات. إن شاء الله ما بيصير فيه يعني خاصة بعد مضي شهرين يعني إن شاء الله. بس العمل مستمر، ما عمل لك يعني حياة ما بيخلي، بيجي حدا بيجي كذا يعني كتبرة كتنسافر يعني يعني اللجان نبعث اللجان البلدية يعني بيجي كشوف عنها. بس أما إذا بحاجة لنقابة المنسين أو بده الوضع هذا بنبعثه بنحوله كتاب لنقابة المنسين وياخذ يجيب لجنة كشف أحسابه فإذا هلأ فينا نقول الأبنية المتضررة بشكل كلي والآيلة للسقوط 9 أبنية عم ينشغل على الهدم
بشكل كامل. حضرتك ذكرت بنائين تم هدمهم، عم ينشغل على بنائين آخرين. نعم تمام. طيب الخطة البناء للمساكن البديلة للمتضررين من الزلزال أستاذ هلا أحمد؟ نحن تبع توجيه الحكومة، نحن إنه بعتونا خبر إنه مشان نلاقي أراضي مشان يصير في مواقع للبناء. مواقع البديلة. هلا نحن كمرحلة أولى نقينا موقعين على المتحلق شرقي نسق تعلين، تم عقد بدائي مع المؤسسة الإسكان، طبعا هذه مؤسسة الإسكان العسكري، قطعتين أرض، واحدة على طريق مفرق الصناعة في طريق أفاق المستقبل، والثانية عند مدخل جبل الشمالي، وأخذوا عينات من التربة مشان نشوف قديش الارتفاع، يعني طبعا بدها دراسة ميكانيك التربة ودراسة هندسية معمقة مشان ما تعرف الآثار الزلزال، صار دراسة بدها تكون بشكل عميق يعني، والعمل مستمر هلا حتى اللحظة. وإضافة إلى هناك مواقع مشان الأبنية، الخيم أو بالأولى مساكن مسبقة الصناعة صار؟ هذون هلا في نحن الموقعين جاهزين كمان عن جنب المدرسة العزة، وبنقع موقعين ومتوقع إنه قريبا يجوا التوريدات. هي البنية التحتية جاهزة بدون صرف صحي ومياه وكهرباء وما، ناطرين بس إنه يجي الأبنية مشان يباشروا بالإنشاء. هذا يعني لكم عائلة يعني تقريبا إذا فينا نقول الفرق بين السكن المؤقت والسكن؟ 104 تقريبا، شيء 104 عائلات يعني، هذا مقسمين يعني 104 عائلات بالسكن المؤقت. حضرتك مؤقت يعني عم تحكي هذا مساحات صغيرة يعني، هي 46 متر بس مجهزة يعني بحمام والله نحن ما شفنا، بس إن شاء الله بقولوا يعني إنه أمورهم وضعهم جيد يعني. والبناء البديل اللي تم اختيار المواقع البناء لها بالتعاقد مع الإسكان ما يقارب فيه على طبعا على الورق يعني أو حسب الدراسات أستاذ أحمد؟ كل طابق ثلاث شقق يعني مساحات بين 90 ل 100 متر كل طابق، حسب الارتفاع مثلا إذا 8 طوابق يكون 24 شقق. يستوعب كل العائلات المتضررة؟ لا والله لا، هو بحاجة هلا بحاجة ل أبنية وعقارات كثيرة يعني، إذا أنا وسطي إذا عندي 20 كتلة، إذا بكل كتلة 20 بناية أو 15 بناية بدي يعني 300 شقة سكنية. نعم نعم. متأملين إنه كمان إذا أو المنظمات أو الجهات الثانية على أرض الأصحاب الهدمة بيوتها بيرجعوا ما بنعرف كيف الرؤية وكيف ال إن شاء الله تكون خطوة أولى يعني إن شاء الله. لبناء متعدد يعني بمراحل مختلفة إن شاء الله خلال الأيام الجاية وما يطول الوقت إن شاء الله. شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا للتوضيح، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. أول اتصال معنا من نوح. ألو تفضل. أهلا وسهلا فيك. كيف صحتك؟ بس مشان الموضوع الكهرباء. الكهرباء من وين عم تحكينا؟ انا من دمسار خلبساتي. بتجي دقيقه وبتنقطع، بقى بتروح لا اخر موعد وبيجيبوها كمان دقيقه ولا بقى بيجيبوها. والله العظيم المي ما عندنا وكل شيء ما في شيء. من امتى الزنات ما متعبي؟ الى اكثر من 10 ايام هالموضوع هذا ما عم تيجي ابدا، اكثر من 10 ايام لا ليل ولا نهار. غير دقيقه دقيقه بشرف، بتيجي الصبح وبس خلص موعده تجي دقيقة. بس. طيب خليك معنا على الخط نوح، رح نحاول التواصل مع الأستاذ جابر عاصي. إذا في مشكلة عندك فكرة، إذا في مشكلة بالخطوط يعني بخط معين ولا لكل المنطقة؟ بتجي أنسي ختام بس دخلك دقيقة، والله العظيم ما بغطي شيء. وكمان وقت البدء نهاية آخر موعدها كمان دقيقة وبترجع تنقطع. طيب خليك معنا على الخط. صبايا بالكنترول عم بيحاولوا التواصل مع الأستاذ جابر. أيضا في قدامي رسالة على الواتس لنفس المشكلة كمان، خزان الكهرباء بالهنادي جورة الريحان من مبارح المساء ما إجت، وإذا إجت ربع ساعة بيفصل القاطع. طيب كمان يعني المفترض بغض النظر عن ساعات التقنين، المفترض أي عطل يعني مسبقا حاكين بهذا الموضوع مع الأستاذ جابر بعد كل الإمدادات التي تتعلق بالكهرباء طبعا،
من قواطع من أمراس إلى ما هنالك اللي حكيناها من السنة الماضية تقريبا، فيكون في يعني تغطية لأي عطل مباشرة يتم الإصلاح. لكن لا نعرف شو الأسباب، أو وصلتهم الشكوى أو لا من المناطق اللي معنا على الهواء من دمسرخو وأيضا من جورة الريحان بالهنادي. نوح بدي اعتذر منك، في عم بيتم الفصل من قبل طيب الاستاذ ماشي. جابر عموما خليك معنا على الهواء من هلا لنهايه الحلقه، رح نحاول مره ثانيه. ماشي بكل ماشي. الاحوال اعتبر الشكوى وصلت، بس معلي لو سمحت تترك رقم تليفون اذا كان ماشي 0933 نعم 635 970. تمام، اهلا وسهلا. طيب فيك. ماشي اهلا. اتصال جديد من باسل. الو، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك باسل. والله من شان موضوع الكهرباء حكى شب هلا مدمسرفو، نحن كمان بالقنجره نفس الوضع، بس بشكل عام نحن عندنا تقنين، يعني هو ما في اي عطل ما في اي شيء، وخصوصي بفتره الليل مثلا الساعه 2 بالليل تجي الكهرباء 5 دقائق وخلص. وحكينا معهم للمنطقه هون، قال هي جايه تعليمات من الشام انه التقنين بهي المناطق هيك ربع ساعة أو 5 دقائق 10 دقائق. فما بعرف كيف ممكن تجي تعليمات خاصة بحارات محددة على مستوى القطر كله. أنتوا حكيتوا مع الوحدة مع المركز التقنين باللاذقية. مع مركز التقنين. طيب باسل وين، بأي منطقة بالقنجرة؟ يعني في منطقة محددة ولا كل القنجرة؟ عند مفرق الهرم. مفرق الهرم بس هي كل القنجرة نفسها، يعني أنا سبيتي هنيك بس ال نعم. التقنين شامل لكل المنطقة. تقنين فترة فترة النهار كيف عم بيكون؟ كمان فترة النهار يعني بيجي أحيانا نص ساعة كاملة، أحيانا ثلث ساعة، ما يعني مع وضعه مع طول، بس فترة الليل قال صارت جاي تعليمات من الشام من مركز التقنين إنه تكون ربع ساعة أو 10 دقائق ما أكثر. تمام، شكرا لك باسل، شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. اتصال معنا ابو نغم. الو، الله يسعد اوقاتك مدام ختام. اهلا وسهلا فيك يا ابو نغم، يسعد اوقاتك مدام. والله نحن بتعرفي يعني لازم نكون متوازنين بكل شيء، يعني التوازن مطلوب. والله الايجابي حتى لما بتكون زياده على اللزوم والله ما انا مقبوله، والسلبي ما انا مقبوله، يعني بدي اكتفي بهالالفاظ هاي. لانه الشيء ما يصير يعني فاق قدرتنا. يعني شهر فضيل والناس صايمه وهموم الحياة والمعيشة الكل عايش فيها، صح؟ طيب يعني الكهرباء ما معقولة، يقولك يا أخي تركونا على الساعة، مدام بجيبوها 9 9:05 بتكون انقطعت، بيضلوا ساحبين للتسعة ونص إلا 5 أو للتسعة ونص 10 إلا ربع بيرجعوا بين هو. طيب يا أخي شيل الصيام على جنب، يا أخي شيل العالم متعطلة أعمال شي. طيب في طلاب، صح؟ في طلاب الناس عندها شهادات، لا البطارية ما تنشحين ولا يعني ما كيف نعيش، يعني كيف واحد بده يتصرف؟ يعني السيد وزير التربيه بيقول لك عملنا منصات وتابع التربيه وتابع، لك يا اخي انت وين عايش؟ انت وين عايش؟ منين انت ما تعطينا هالتعليمات؟ نعم. يعني كانت قبل شهر رمضان ساعه وكنا قبلانين ورضي، يعني ما تنشحن البطاريه العالم ما تدبر حالها. طيب بالشهر الفضيل ربع ساعه وثلث ساعه، مع العلم انه في فوضى بالتقنين. يعني نحن بنفس الحاره فوق الجامع، شارع بيناتنا 5 أمتار، اللي مقابلنا هذيك المرة 2 ساعة إلا 1/4 متواصلة، نحن جابوها عنا ربع ساعة. ضل هالحكي شي 3 4 أيام، قلنا يلا بلكي بكرة بيعكسوها بيجي دورنا، مدام مضيعيننا. يعني اليوم اجت ربع ساعة يا ثلث ساعة، امبارح نفس الشيء، قبله نفس الشيء، أحيان بالليل نحن منحط البطارية وننام إنه مشان تنشحن، ما نفيق الصبح ما أنا مشحوني، حتى بالليل ما بقى ما تجي. طيب والله كمان هذا ما نو حل، هي ما نعيشه وجعك، يعني هو وجع كل الناس يا ابو نغام.
ما بعرف شو بدي أقول، يعني بكل كلمة معك كل الحق أكيد بكل كلمة قلتها، سواء موضوع العشوائية بالتقنين أو يعني عدم ثباته بالأحرى خلال الساعة الواحدة. هلأ بتخيل في أكثر من منطقة، يعني اللي ذكروا من شوي باسل بالقنجرة بتوقع يعمم على معظم المناطق، يعني عم تيجي 10 دقائق وتقطع ترجع تيجي بنهاية الساعة. مدام والله وضع ما عاد مقبول، يعني العالم ما بقبل، يعني هل بغض النظر عن الناس اللي عايشة بالبيوت، نعم. مدام في ناس عندها مصالح، في عندها تعطلت مصالح، العالم صارت مجوع، ناس ما تسكر محلاتها، قاعد بالإيجار ما تسكره، ما بقى ما توفي معه، إنه ما في كهرباء شو بدي يشتغل؟ صح. وبنتمنى مدام في موضوع تاني مشان موضوع السكر وانت وعدتينا فيه، نعم، وما يبعثوا سكر. بس امبارح انا كنت بالمؤسسه مع مديره المؤسسه فوق، ما تخلي في مؤسسه جوا، ورغم انه المؤسسه المركزيه هي بالساحه عندنا بالدعتو، قالت لي بيجيبوا لنا مره انه سكر بياخذوا له لهذيك المؤسسه اللي بعدنا مرتين او ثلاثه، بيجيبوا لنا انه طن بياخذوا له لهنيك طنين او طنين ونص. قالت لي رغم انه نحن يعني العدد المواطنين عندنا اكثر من هاي اللي جوا. فبنتمنى نعرف عم تحكي بالصالات، الصالات اللي بالدعتور، ما دام ما عندنا صالات نحن، لكن هي عباره عن مؤسسه محل 16 متر بس، ما في بس تسمى صاله، يعني تسمى صاله بكل الاحوال، توزع فيها مقنن ما طيب. اكثر من هيك. طيب تمام، بس بدي اسمائهم، يعني حضرتك عم بتقول انه صاله عم تجيها او مركز عم يجي اكثر من مركز، هي اللي بالساحه، هي صاله الدعتور الاساسيه، هي القديمه، هي من 40 سنه، هي منطقة الساحة. أما بآخر موقف الدعتور، هي تابعة يمكن لدعتور دمسرخو بيسموه، هذيك مؤسسة تانية ما بعرف شو اسمها، يعني ما يجيبوا لهي أقل من كمية ما تورد لهونيك. وصلت الفكرة يا شكرا أبو نغم. لك مدام، أهلا وسهلا، شكرا فيك على تعاوني، يسعد أوقاتك، شكرا. واجبنا، أهلا وسهلا فيك يا أبو نغم. رح ننتقل طبعا بالإضافة لاتصالاتكم ورسائل الواتس لنحكي أيضا بخصوص تعميم السيارات الخاصة والتعديل على قرار التعميم. طبعا أكثر من رسالة تم التساؤل فيها بما يخص إلغاء شرط سنة المصنع حسب القرارات الجديدة. بكل الأحوال كل التفاصيل المتعلقة بتعميم السيارات الخاصة أو تحويل السيارة الخاصة تاكسي بالمختصر، وهل يحق لكل مالكي السيارات السياحية تعميم أم في شروط تختلف حسب محافظة وأخرى. معنا الأستاذ محمد علي ديب مدير النقل باللاذقية حول هذا الموضوع. يعطيك العافية أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك أستاذ محمد. فإذا حسب قرار وزير النقل رقم 335 لهذا العام، من الأسبوع الماضي صدر تعديل بما يخص تعميم السيارات الخاصة. خبرنا بداية شو هي الشروط الفنية للسيارة، وهل يحق لكل المالكين، يعني أي حدا عباله خصوصا اليوم بظل الظروف الصعبة يستفيد من سيارته كوسيلة لكسب الرزق، يعني هل بإمكانه يحولها لسيارة تاكسي، لسيارة تاكسي أو سيارة عامة؟ تفضل. اولا بدايه قرار الخبر 335 عن سيد الوزير النقل الاسبوع الماضي هو تعديل قرار تعديل قرار، هو يحدد، هذا القرار يحدد الشروط الفنيه اللي يجب توفرها في السياره السياحيه الخاصه مراد تحويلها الى فئه عامه. نعم. يعني كان اول شيء الشرط الصنصنه لا يزيد عمر السياره داخل المدينه عن 20 سنه وعلى الخطوط الخارجيه وبين المدن عن 15 سنه. نتيجه الظروف اللي عبرت فيها البلد تعذر على الأخوة المواطنين شراء سيارات بجودة صنعة عالية. لذلك سيد الوزير مراعاة لشعور المواطنين لإتاحة فرص عمل أكبر بهذا المجال لغى شرط صنعة الصنعة. لغى شرط صنعة. هون العالم سهم العالم إنه كل العالم بحق لا. هلا هون هذا الموضوع، هذا موضوع وزاري، حدد شروط، حدد شروط الفنية المواصفات السيارة بدها تصير عمومي. لغى شرط الصناعة، بقى سعة المحرك، سعة المحرك الداخل المدن لا تقل عن 1350 سي سي، وعلى الخطوط الخارجية عن 1950 سي سي. وشرط انه اللون داخل المدينة لون اصفر، الخطوط الخارجية على ما هو لونه عليه لون الحالي البلد الاساسي بلد منشا. وان تكون تظهر فيها مواصفات مثل الزكاش صابوني داخل المدينة، والخطوط الخارجية في مسافة معينة مع بينها بنهاية المقعد والبلور الخلفي. هون هذا موضوع وزاري انتهينا منه. الموضوع الآخر هو السماح للمواطنين بالتسجيل على الفئة العامة
هذا موضوع هذا إدارة محلية، يعني كل محافظة هذا نحكي عن محافظة لازقية. تماما. لازقية بال2007 صدر قرار محافظة المكتب الرئيس مكتب التنفيذي بلازقية اكتفى بعدد سيارات 10,000 سيارة سياحية عمومي باللازقية، وقف تسجيل العمومي. نعم. يعني ما عاد حدا بيقدر بيسجل سيارة عمومية، يعني اكتفينا بعدد معين. صار في فائض من السيارات. بال2016 صدر قرار من السيد المحافظ كما رئيس مكتب التنفيذي انه السماح له فقط لذوي الشهداء. تماما. كل ذوي شهيد بيتقدم بوثيقه تشرف على مكتب الشهداء بالمحافظه، بيعمل معامله انه تجي على فئه تحويل سياره على فئه عامه. بيجي الطلب لعندي والنقل، بعدين في الشروط اللي كنا نحكي عنها، شروط ذات الشروط هون بما يخص ذوي الشهداء والجرحى. تماما. نعم. تماما تنطبق الشروط، بقى في عندنا اجراءات احنا من تحويلها لفئه العامه. الان الاخوه المواطنين فهموا القرار انه اي واحد معه سياره سياحيه فيه بيروح بيعممها. هذا هون 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 في نقاط يجب توضيحها بصراحه لاخو المواطن. احنا نوضحها عندنا بالمواصلات وكل الشيء براجعنا نحطه بالصوره كامله. نعم. هذا هون عندك انا حالتين، مواطن ما عنده سياره خاصه بده يحولها لفئه عامه، في لها شروط وزاريه حكينا عنها، وشروط اداره محليه لذوي الشهداء. تمام. هلا بالمختصر حتى كمان ما يرجعوا يسألونا استاذ محمد، مدينة اللاذقية كمدينة يعني وبقرار من السيد المحافظ مكتفية بعدد سيارات التاكسي، يعني خلينا نقول ما بالاثنين سبعات قرار إيقاف التعميم التكاسي وكفينا بعدد معين. تمام. 2016 سمحنا لذوي الشهداء فقط. اليوم قد ايه في عدد معين بما يخص ذوي الشهداء والجرحى، في عدد محدد؟ لك خليني مش معك بالتفاصيل مشان نوضح اكثر. تفضل. قلت لك انا حالتين، مواطن معه سياره خاصه بده يعممها، حصرا بده يكون من ذوي الشهداء. نعم. وتنطبق على شروط وزاره النقل قرار 35. المواطن حالة الثانيه، مواطن معه سياره عمومي تاكسي عمومي صفراء قديمه، بيحب يحدث نتيجه اصلاحات والاحتراقات والاستهلاك وكذا، بيحول على فئه خاصه بضل شاغره لإله. فين نجيب سياره خاصه بيحط عليها يعني السيارة العمومي الغير خاضع على المسوق 60 بيحق له أي مواطن يملك سيارة عامة قديمة أو إصلاحها عالي أو استهلاك وقود عالي بده حتى للسيارة بإمكانه يجيب سيارة بدالها، شرط تحويل القديمة إلى السيارة الخاصة. نعم. لهون الأمور واضحة. تمام. شو إسا في إسا سريع كنت عم بسأل بما يخص ذوي الشهداء والجرحى اللي هي الفئة الوحيدة اللي بحق لها تعمم السيارة، عم نحكي بالضبط. عم بحكي إنه هون السؤال، هل هناك عدد محدد يعني مثل ما تم تحديد 10,000 سيارة مكتفية باللاذقية؟ لا هلا أنا في مديرية نقل لاذقية عندي بريد من 16 حتى تاريخ اللحظة. نعم. إذا تجاوز 6,000 موافقة لذوي الشهداء. يحق اليوم يعني لكل ذوي الشهداء والجرحى التعميم من تاريخ صدور القرار 2016 حتى تاريخ اللحظه. من ذوي الشهداء مسجل عندي ما يزيد عن 350 واحد. نتيجه انه ما حدا عم يقدر يشتري كان سياره. نعم. فيها مواصفات صنعه عاليه بتكون سعرها اعلى. الدليل اني الموافقات من النقل موجوده بالالاف، بس ما حدا عنده قدره يشتري سياره. تمام. وفي نظر قرار المحافظ كمان انه ما سمح لذوي الشهداء يبيعوا الرخصه الا بعد 3 سنوات من تمركه للسياره. هون هذا الموضوع كان مشان ما يكون يتعرض لذوي الشهداء بقى لابتزاز مكاتب السيارات والسماسره والى اخره. نعم. يعني كل هذه الامور حددها قرارات المحافظ وقرارات السيد الوزير. نعم. شكرا. اضافه لذلك يجب كل شيء حكيناه يجب الا يتعارض مع المرسوم 60. المرسوم 60 اللي هو بيقول انه كل سياره عمومي تجاوز عمرها 33 سنه تجبر على التحويل على الفئه الخاصه. يعني هلا نحن 2023. نعم. التاكسي الصفراء اللي موجود 89 حكما ما عاد بعمله ولا معامله من اجراء معامله حتى يحولها للفئه الخاصه. هلا نحن حاليا اليوم 1990. نعم. بيحقوا يعمم ولكن عند نهايه بدايه العام القادم يتحول للفئه الخاصه. تماما. هو لازم المواطن يعرف بده يشتري سياره انه تكون فوق 90 بمنيح مشان تكون متوفي معه، يعني لانه بده تحويل السياره بتكلف دهان، بدها لون اصفر، بتكلفه انه يقول بالنقل رسوم النقل تتجاوز سعر اللوحات وسنه التمليك والرخصه السير تتجاوز 500,000 ليره. بينما بخ السياره لون ثاني بتكلفه كثير، يعني اذا بده يحسبها المواطن لازم يكون فوق 90
يعني فوق انا برايي الشخصي بنصح يكون فوق 95. مش فاهم فيه بيكون معه ما شاء الله 4 سنوات يشتغل سيارة عمومي تماما بدون ما يضطر يحولها لسيارة تماما صار كل شيء واضح لفئة خاصة كل شيء تمام أستاذ محمد شكرا لك وبكل الأحوال بإمكانهم يعني أي حدا عنده استفسار كمان يراجع مديرية يراجعنا الباب مفتوح وبأمر أي موطن نحن بيأخذمته بأمر حجازنا شكرا لك أستاذ محمد يعطيك ألف عافية شكرا للتوضيح مكملين معكم برنامج بخدمتكم عبر راديو أمواج وقناة أوغاريت دائما من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية اتصالاتكم على الرقم 214-5217 أو 218. رسائلكم على الواتساب على رقم 0924-521-053. هلأ إذا فينا مرة تانية كمان نطلب الأستاذ جابر عاصي مدير الكهرباء تأكيد على الهنادي جورة الريحان شكوى تانية كمان عم تيجي أحيانا ساعة وأحيانا نص ساعة. هلأ على ما يبدو بهي المنطقة اللي بعتولنا منها جورة الريحان ف في عطل يعني أو في مشاكل بالقاطع. كمان رسالة نهاية رقم 697 مزار القطرية بدون مياه رجاء. هلأ ما أنا جديدة الشكوى ومنرجع نحكي فيها يعني لمدة 5 حلقات وأكثر. مزار القطرية والقطرية ذاتها بدون مياه كل شكوى كل مرة عم تجي يعني الشكوى المنطقة ككل من 20 يوم ومن 15 يوم أحيانا حسب الشكوى مثل ما بتوصلنا أنه بدون مياه. طيب شو السبب؟ حكينا مرارا مع وأوضح بالمناسبة آخر مرة الأستاذ ممدوح رجب ما أنكر أنه موضوع ديزل أو محروقات لكن يعني بنرجع بنقول في شيء اسمه حل لهذا الموضوع. حاولت كمان التواصل مع الأستاذ ممدوح قبل الهوى لتوصيل أو إيصال الشكوى أساساً قبل الهوى وصلتنا أنه رجاءً مرة تانية شو الحل؟ ما ضل باب ما طرقناه، ما ضلت وسيلة إعلامية، ما ضلت صفحة ما كتبت عن هذا الموضوع. معقول ما في حل منطقة بالكامل يعني 5000 تقريباً عائلة بدون مياه؟ ليش؟ بس لأنه ما في مازوت ما يعني المفترض وحسب توزيع المازوت بالمحافظة القطاعات الأساسية أولوية، فمعقول ما في حل عن هذا الموضوع. بكل الأحوال رح نحول الشكوى للمكتب التنفيذي المفترض يعني حسب التعامل مديرية المياه ترفع طلب، هيك المفترض ترفع طلب للمحافظة لإسعافها يعني إذا كانت المشكلة بمادة المازوت. عموما يعني ما بدنا نحكم لكن وصلتنا كتير رسائل بهذا الخصوص. ببعض الأحيان تدين يعني المسؤول عن الوحدة وكأنه بالإمكان تشغيل المياه لكن يمتنع. بكل الأحوال ما فينا نحكم هل هذا الموضوع صح أو غلط لحتى يعني يكون بإيدينا معلومات مؤكدة. إن شاء الله يوصل هذا الصوت ونأمل عودة المياه إلى مجاريها فعلا مثل ما بيقولوا بمزار القطرية والقطرية. رح نكمل مع اتصالاتكم على رقم 214-5217 أو 218 ورسائلكم على الواتساب على رقم 0924-521-053. معنا عمار. ألو، مساء
خير مدام. اهلا وسهلا فيك. الله خير يعطيك العافيه. الله يعافيك مدام. انا من فتره بعثت لك صوره عن كتاب رفعناه الى الشام بتعديل التعرفه. صحيح. رجع الكتاب وبعثت لك هلا صوره عن الكتاب نفس الشيء بانه ردوا رجعوا بانه التعرفه بتطلع من عنده من مدير التموين والمكتب التنفيذي. وكل واحد بيرمينا على الثاني. يعني ما عارفين هو قرارنا عند العضو المكتب التنفيذي ولا قرارنا عند مدير التموين. حصرنا فينا انه ما نبو الوزاره بقى. يا هون يا هون. ولا حدا عم يستجيب لنا يعني نهائيا بهالموضوع هذا وكل واحد بيرميه على الثاني. بدنا نشوف حل لانه يعني يرضي الطرفين. يرضي راكب من جهه ويرضي السائق من جهه. احسن ما نكون بدوامه انه ما في تسعيره مضبوطه وما في شيء مضبوط. وبتعرفي انت ظل الغلاء اللي صرنا فيه هلا يعني سواء قطع تبديل او زيوت او اي شيء ثاني. حتى مصروف يعني صار في غلاء فاحش ما منطقي. قد ايه تقريبا انتم طالبين التسعيره عمار؟ يعني احنا اسود مدينه دمشق ما طالبين غير هيك. نفس الفكره مدينه دمشق اخذين 24 ليره على الكيلو متر. احنا طالبين مثلها بس هيك يعني ما طالبين زياده. يعني كيف مدينه دمشق اللي هي فيها شغل اكثر من عنا وفيها يعني الامور سهله اكثر من عنا وايمت نفس المطلب الاول يعني ما تغير شيء على المطلب الاول احنا بدنا مدينه دمشق يعطونا التعريفه. نعم ايه تعديل التسعيره. ما عندي شيء الا غير هيك. ممكن بالاسبوع الجاي عندي يمكن شغله اكبر من هيك بس نشوف ان شاء الله بتنحل على خير. الاسبوع ناظرين والله بتنحل على خير ان شاء الله. نحن منعونا بتعرفي انه منعونا ندخل المدينه حتى لو فاضيين حتى لو معنا اولادنا حتى لو معنا اهالينا منعونا ندخل المدينه رغم انه ما في قانون على وش الارض بيمنعنا ندخل المدينه طالما معنا اهلنا ونحن خصوصا نحن اولاد المحافظه اولاد الجمهوريه العربيه السوريه. نحن ما في قانون بيمنعنا ندخل اذا فاضيين معنا واقفين عم نطبق ولا شيء. انتم عم تعبونا كميه مازوت معينه ضمن هالكميه هي نحن عم نشتغل برا هالكميه هي. انتم ما لكم عنا شيء. انتم يعني انا اشتغلت مشوارين بعبي على مشوارين شغلت ثلاثة بعبي على ثلاثة أكثر من هيك إذا ما اشتغلت ما بعبي أنا. فأنا إذا طلعت مشوار أنا اضطريت أنزل على المدينة وبتعرفي نحن وين الكراج تبعنا وين المدينة ممكن ننزل يعني وأنا بيتي عمار أنا يعني أنا معك بهي النقطة بالسماح لكن إيه؟ لكن يعني خليني أحكي فكرة خليني أحكي فكرة هلأ بغض النظر عن كل يعني الأحاديث الرسمية لكن تعا نحكي بالمنطق. نحن كمواطنين هلأ إذا كان في فرصة يعني للسماح لكل السائقين بالتحرك يعني حسب كميات الوقود المعطاة نحن معكم أكيد الكميات تقول عن ما هو مطلوب يعني واقع النقل من أكثر الملفات الحساسة اللي دائما نتطرق لها. لكن من حيث المنطق إذا كل حدا بده يشتغل براحته يعني كسائقين هيدي السيارة هي خط عام بالنهاية صحيح أول مدام. أنا معك مدام خط عام. طيب خليني كفي فكرتي كفي فكرتي بغض النظر عن موضوع دخول المدينة مع العائلات أو لحاجة خاصة أنا معك بهي النقطة. لكن الجهة الثانية إذا نحن رح نشتغل إنه إذا نشتغل بناخذ مازوت ما بناخذ مازوت خلص بنقعد بالبيت أكيد ما نحل. كمان في كثير من الأشخاص يا مدام نحن اشتغلنا بكمية هالمازوت لساعتين بخلصنا ما عاد عندنا كمية مازوت شغلنا. نحن ممنوع ندخل المدينة أو إذا واقفين قدام بيتها ممنوع نوقف قدام بيتنا أو إذا واقفين بتعزية ممنوع نطلع تعزية. نحن عندنا واجبات نحن عندنا التزامات. يعني أنا ممكن هلا هون بلادي بعد شوي ممكن تشوفيني بطرطوس. أنا عندي واجب روح أقضيه بطرطوس أو عندي واجب أقضيه بالبهلولية أو واجب بالهنادي أو يعني نحن أولاد ريف. أنا معك بعد ما بتخلص مخصصاتك بعد ما بتشتغل اليوم ما منطق نحاسب نحن على الموضوع هذا إنه نحن متسربين على الخط طالما عندنا واجب. عم قلك يا عمار أنا معك لما فعلا سائق السيرفيس بيلتزم بخطه وبينهي مخصصاته لكن للأسف عم تتحول لحالة عامة. في بعض الأشخاص عم بيعبوا مازوت على حسابهم ويستخدموا لأغراض تانية يعني ما عندهم مشكلة سواء عبوا مازوت أو ما عبوا ما عندهم مشكلة يلتزموا بال يعني نحن عم نحكي عن خطوط لسه كمان ما تركب عليها الجي بي اس. عرفت شو الفكرة؟ هذا الحديث نحن متعاقبين. انا حديثي عن السيارات المتعاقبه اللي مركب عليها الجي بي اس. يعني نحن ضمن هالكميه هي ما عم نمشي من الكراج للقرداحه روح رجعه وعلى شفتي او على اي منطقه متعاقبه برا هالمسافه هي ما لنا شيء. نحن تمام نحن ما لنا شيء مظبوط نهائيا يعني حتى ولا زياده واحد لتر مثلا نقول انه والله عندي انا مشوار مثلا اطلعه برا البيت. لا نحن اعطونا الكميه من الكراج للكراج فقط لا غير بدون اي نسبه زياده. كمان هي يعني على عاتق مين هي بدها تسوق على عاتقنا نحن عم نتحمل نتيجتها. نحن عم نتحمل نتيجة انه والله بدي اطلع مشوار بدي اطلع اشتري من السوق السوداء لاطلع مشواري. وهذا الشيء بشجع السوق السوداء. انتوا اخي اعطونا كميه مناسبه. لا يعني ما بدي لك يعني شيء منطقي يعني لترين ثلاثه باليوم اربع لتر باليوم خلينا نتحرك فيها خلينا نكون نقضي واجباتنا فيها. ما في واحد فينا معنا التزامات ما في واحد منا ما عنده واجبات ما في واحد منا ما عنده زيارات. يعني مو معقول نروح نحن على السوق السوداء نشتري
او نصف سيارتنا ونطلع سيارات العالم. ما انا منطقيه. انا سيارتي حقها 100 مليون، صف سيارتي قدام البيت وروح اخذ تاكسي. انا اذا بشتغل كل النهار، اذا بدي صف سيارتي بالكراج وروح بتاكسي على البلد وروح ارجع، ما بدفع غير اجار تاكسي. مزبوط حكي ولا مزبوط؟ هيدا الكلام 100%، بس برجع باكد بعد ما بيتم انهاء المخصصات والعمل على خط السير يعني المخصص لكم. عموما هذا المطلب رح نرجع له. عندنا التزامات دكاتره، في عالم عندنا التزامات مشافي، مو معقول انه الاولى نخلص المخصصات، اذا انا بدي استنى اخلص مخصصات وروح على المشفى ما ضل، وانت بتعرفي دوام الاطباء بمحافظه اللاذقيه من 12 لتنتين. انا ضمن ضمن هالدوام هذا بدي اروح على المشفى على دكتور اجباري، اذا بدي اروح اعمل تحاليل طبيه باي مشفى من 9 ل 11. يعني ما فيني بستنى لتنتين اقول والله خلصت مخصصاتي وبدي اروح والله انزل على المشفى. يا عمار هلا انا انا عم بحكي مدام، انا ماني عم بحكي عن حالي، ماني عم بحكي فهماني عليك فهماني عليك، لكن المشكله برجع بقول هي من حيث المنطق والطلب منطقي، لكن لما بتصير حاله عامه بصير الكل بيتحجج انا عندي فلان وعندي فلان. للاسف مو الكل على ذات المصداقيه يا عمار، هون الاختلاف. وبرجع باكد انا عم بحكي من منطق يعني او من وجهه نظر مواطن، بغض النظر عن كل التفاصيل اللي عم تحصل بينكم وبين المكتب التنفيذي وما بين يعني المسؤولين عن قطاع النقل. برجع بقول عم بحكي وجهة نظر مواطن، أي حدا لما بده يوصل على الكراج بلاقي سيرفيس ما في، شو راح تكون ردة فعله؟ يعني هون السؤال، يعني بدنا ناخدها من كل الوجهات يا عمار. تمام مدام، انت بتعرفي خط الخرداع، انا بدي احدا حقكم حقكم تروحوا حقكم تروحوا وتقدوا كل واجباتكم. انا بس السائقين، انا والاخ بس السائقين تبع خط الخرداع، فانا حقي دافع عنهم، حقي انه طالما دافعين حق السياره من جيبتهم، هذا ملك شخصي السياره، ما انا ملك عام. انا بالسياره بالعقد التامين مكتوب عليها 2400 سهم ملك 100%، لكن انا ملكي بحق لي اتصرف فيه، بحق لي روح واجي فيه. لكن هي نصب السياره بالكراج وروح اخذ تاكسي وارجع. عمار بدها هداوي، بدها هداوي. برجع بقول نحن عم نحاول نحاكي من كل وجهات النظر، هي ملك عام ويحق لك كمان استخدامها، لكن برجع بقول هي تحت خدمه خطوط النقل العامه. صحيح، انا معك بهالحكي، يعني سياره اسمها لخدمه المواطن، بس كمان خدمتي انا مواطن، انا بلادي مواطنين. صح ما هيك؟ صح، انا واجباتي مضروحه، انا واجبي انا مواطن بدي اروح على واجبي. كلنا نحن رح نحاول نلاقي صيغه يعني ونرفع يعني هذا الطلب بحيث ترضي كل الاطراف وبدون ما يصير في تسرب. انا بتمنى ندعي الاجتماع، لسه ما حدا دعانا الاجتماع ونحن كهيئات اداريه. نعم، بدنا اجتماع سواء مع مدير النقل او مع الاستاذ دوريل او مع عضو مع رئيس النقابه، ندعو الاجتماع يعرفوا شو بدنا وشو بدنا وشو علينا وشو علينا. ما حدا دعانا، يعني نحن متعلمين انه كل ما صار انتخابات الاعضاء المكتب التنفيذي عم نعمل شو سلبيات وشو ايجابياتنا ونحاول نتلافى السلبيات. اما غير هيك نحن قاعدين بدوامه، لا هيك ولا هيك قاعدين فيها. وصلت الفكره يا عمار، رح نرفع هيك الشكوى. اهلا وسهلا فيك، يسعد اوقاتك. رح نكمل مع اتصالاتكم على رقم 214-517-218 ورسائلكم على الواتساب على الرقم 0924-521-053. أيضا رسالة نهاية رقم 093، نفس المشكلة بس حددينا صديقتي وين المنطقة، نفس مشكلة الكهرباء كمان. هلا يعني موضوع الكهرباء كل فترة بين الحين والآخر، بعد ما كان إلى حد ما مستقر قبل شهر رمضان ساعة، مع أنه كنا ناطرين يعني ترفع ساعات الوصل وليس العكس. عموما حددينا وين المنطقة صديقتي، من وين عم تحكينا. آخر اتصال من أبو حسن. ألو، يخلي لي ياكي أستاذ ختام، يطول عمره. أهلا وسهلا فيك، الله يعطيكم ألف عافية. تفضل يا أبو حسن. أستاذ ختام، أنا بدي أتشكر جهودكم بس مشان المضررين زلزال. نعم، أنا لما صار الزلزال نزل عندي السقف وشققت الحيطان وهيدي، وأنا ضرير مبشوف. سلامتك إن شاء الله. الله يسلمك. بقى بعد من الجيران قالوا لي مشان اني اخلي على المدرسة بعد شي 10 ايام، 3 ايام رحت على المدرسة والله. نعم، وقعدنا استضافونا الله يكتر خيرهم، قعدنا كم يوم، اجت لجنة الفحص، اجت على البيت قالوا لي اطلع من البيت ما بين قاعد بالبيت. بعد فترة تانية اجت لجنة قالوا لي ارجع على البيت، بيتك ما فيه شي.
وانا على المؤاخذه لما قالوا لي اني بيتك ما في شيء حسيت حالي ان هالكم يوم اللي قعدتهم مثل كاني كم سله اللي اجوني يعني. نعم. الله يرزق كل مين دعمنا يعني. أنا حسيت حالي مثل كاني نحن حراميه وقعدنا بالمركز الايواء واخذنا شيء ما من حقنا، بس انا بس بدي ورقه باني انا متضرر ما بعرف. بدك تقدم للبلدية يا أبو حسن هذا الطلب يعني المفترض البيت تأخرت الطلبات ما بقى هلا هو ما عاد فيه يعني المفترض لما إجت اللجنة الأولى المفترض تكون إجت لجنة الكشف بناء على طلب. كيف إجت بدون طلب؟ من المدرسة إجت من المحافظة. طيب. وإجت على البيت شافت البيت قالوا لي طلع من البيت ما بينعاد بالبيت. طيب مفروض بياناتك موجودة بهالحالة يا أبو حسن، المفترض البيانات موجودة بالمحافظة، بدك تطلع بدك ترجع للبلدية يعني بالأفضل ترجع للبلدية وتأخذ كل البيانات المتعلقة بالضرر. أنت عم تحكي عن ضرر البيت، بدك بيانات بالضرر المنزل من البلدية يا أبو حسن. يعني ما موجود البيانات بالمدرسة مثلا إذا كان المدرسة هي مركز إيواء بكل الأحوال، المراكز كل البيانات المتعلقة بمراكز الإيواء بتروح للمحافظة، لكن بتروح كأشخاص يعني أسماء الأشخاص المتضررين، لكن البيانات والمعلومات المتعلقة بالبناء رح تكون بالبلدية يا أبو حسن. طيب ماشي، أنا بس بدي أعتذر منك وبدي أعتذر من الشعب السوري كله إذا كنت أنا ما بستحق هالمساعدات اللي أعطوني. ليش حتى ما تستحق يا أبو حسن؟ طالما يعني متضرر فأكيد بتستحق، وحكينا فيها سابقا كل المتضررين يستحقون يعني، وهي كارثة الله يحمي الجميع. والله العظيم نحن كثير كثير يعني احترمنا المركز وهيدي، واللي إجانا ماشي بالنسبة للي إجانا غيرنا طلع سيارات، نحن ما بدنا نحكي على العالم يعني، بس نحن قعدنا بأدبنا والحمد لله رب العالمين على صحتنا وصحة أولادنا يعني، نحن هيدا أهم شيء. الحمد لله هيدا أهم شيء، الحمد لله على السلامة يا أبو حسن. أنا حسيت حالي مدان باعتذار للشعب. لا أبدا أبدا أبدا، هيدا حقك الطبيعي والحمد لله على السلامة يا أبو حسن. الله يسلمك، شكرا كثير. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. نهاية حلقتنا لليوم، برنامج بخدمتكم دائما من راديو أمواج وقناة أوغاريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. بس قبل ما أختم بدي نوه لقصة، هلأ في حدا بعت لنا مسج صوتي على الواتس، صديقنا برجع بكرر على الواتس فقط مسج مكتوب، يعني فيك توضح لنا كل الأشياء اللي حابب توصلها والشكاوى فقط مكتوبة، صاحب الرقم نهايته 292 اللي بعت لنا المسج الصوتي، فياريت ترجع توضح اللي بدك يا كتابة. دائما فيكن تسمعونا وتابعونا كل أحد اثنين أربعاء وخميس.